السلام عليكم. دونك دائما كتتم الدرس ديال لو تريتمون دو ليس ولا لامبو سور لي سوسيتي. هاد المره غادي نشوفو في هاد لا فيديو لا كونطابيليزاسيون. دونك كنديرو لو بيمون ديال ليس، كنديرو لو بي لا ريغولاريزاسيون ديال ليس، ولكن لا كونطابيليزاسيون مازال لحد الان ما شفناهاش. هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في هاد لا فيديو هادي. غادي نشوفو لي زيكريتور كونطابل اللي كنديرو يعني ابري لو بيمون ولا لا ريغولاريزاسيون ديال ليس. دونك نبدا. اولا قلنا شفنا في لي فيديو اللي من قبل على كيفاش كنديروا لو بيمون ديال ليس. دونك قلنا كنخلصوا دي زاكونت بروفيزيونيل، دي زاكونت. دونك لو فيرسمون دي زاكونت بروفيزيونيل كونستيتو اون كريونس دو ليتا انريجستري، اون كريونس سور ليتا enregistré au débit du compte 3453 à compte sur impôt sur les résultats par le crédit du compte de trésorerie qui a fourni la ressource. Les flux les خلص déjà من la trésorerie. Donc la trésorerie est ma la caisse la banque. Donc اغلب الحالات كتكون لا بانك. Donc كيفاش كتكون ليكريتور كونطابل؟ لاحظوا معايا مزيان. Le premier à compte le 31/3/2014 كندير في ديبي لواحد لو كونت نيميرو ديالو 34/53 اللي هو اكونت سور امبو سور لي ريزولطا لو بروميير. و في لو كريدي كندير لو كونت دو تريزوري. في هاد الحالة عندي لا بانك. دونك كنكتب في لو ليبيلي فيرسمون دو بروميير اكونت. داكور، هادي نفس لي كريتور كنعاودها. قلنا على ثلاثة ديال المراحل. دونك الاول لو 31/3/2014، الثاني لو 31/6 او لو 36/2014، الثالث عفوا في لو 30 يعني ماشي نفس لا دات ولكن في لو 39/2014، والاخير في لو 31/12/2014. داكور، نفس لي زيكريتور، نفس لي كريتور كنعاودوها على اربع مراحل. مزيان. دونك هادي وهذا واحد لو كونت شيماتيك. دونك غير باش نوريكم كيفاش كدار المساله. دونك قلنا انه لي 4 اكونت كنخلصوهم يعني كنسجلوهم في لو ديبي ديال لو كونت اكونت سور امبو سور لي ريزولطا. داكور، دونك هكذا كيكون. نشوفوا دابا لا كونستاتاسيون. دونك حنا قلنا كنحددوا هذاك لامبو دو ولا لي زاكونت فيرسي، وكنسجلوا ليكريتور كونطابل ديال لو بيمون ديال هاد لي زاكونت ولا لو فيرسمون ديال هاد لي زاكونت. دابا ملي كنحددوا هذاك لامبو دو ديال ليكزيرسيس، كيفاش كنديروا لونجستخمون كونطابل ديالو؟ هي لا كونستاتاسيون كونطابل ديال لامبو دو. دونك شنو كنديروا؟ لامبو دو او تيتر دو ليكزيرسيس كونطابل كونستيتو اون شارج دو ليكزيرسيس انريجستري. دونك بما انه واحد الضريبه خاص تخلصها لونتربريز، دونك هذيك الضريبه كتدخل في التكاليف ولا في لي شارج اللي غتخلص لونتربريز، اللي غتحملهم لونتربريز في هذيك السنه. دونك عندي في لو ديبي، دونك كيل كونستيتو اون شارج دو ليكزيرسيس اونريجستري او ديبي دو كونت 6701 اللي هو امبو سور لي بينيفيس، اولا لو كونت 6705 امبوزيسيون مينيمال انويل دي سوسيتي. الاول اللي هو لامبو سور لي بينيفيس كنستعملوه ملي كيكون ليس اكبر من لا كوتيزاسيون مينيمال، ولو دوزيام كونت اللي هو امبوزيسيون مينيمال انويل دي سوسيتي كنستعملوه في الحاله اللي كيكون فيها لامبو دو او ليس كيساوي لا كوتيزاسيون مينيمال. داكور. لو كريدي لو كونت ديال لو كريدي كنسجلو واحد لو كونت النيميرو ديالو 44/53 سميتو ايتا امبو سور لي ريزولطا. دونك ليكريتور اون جينيرال هي هادي. دونك كنسجل في لانفونتير لا دات ديال لانفونتير لو 31/12/2014 في هاد الحالة عندي. دونك دائما هذا واحد التمرين، واحد التتمة ديال التمرين اللي شفناه في لا فيديو اللي من قبل. دونك كنسجل في لو ديبي لو كونت امبو سور لي بينيفيس،
وفي لو كريدي كنسجل لو كونط ايتا امبو سور لي ريزولطا لو مونطون كيما قلنا هو 495 الف درهم. دونك في لو ليبيلي كنسجل يعني كونستاتاسيون دو ليس دو 2014. نشوفوا دابا كيفاش كنديروا لونغوجيسترومون كونطابل ديال لا ريغولاريزاسيون دو لامبو دو. دونك لا ريغولاريزاسيون ديال لامبو دو كيما غادي نشوفوا دابا. دونك كنسجلوا كندير دونك لا ريغولاريزاسيون دو لامبو دو او تيتر دو ليكزيرسيس كونطابل consiste à rapprocher les soldes des comptes 34-53 et 44-53. Les huma juge dial les comptes à compte sur impôt sur les résultats ou l'état impôt sur les résultats. En cherche à chimzir. Awelen, quand se gèle débit le compte 44-53, les huma état impôt sur les résultats. هاد لو كونط هذا كنت ديجا فاش بغيت نسجل هذاك لو بينيفي هذاك العفوا هذاك لامبو كنت سجلته هنايا في لو كريدي. لاحظوا مزيان معايا كنت سجلته في لو كريدي. ملي كنبغي ندير لا ريغولاريزاسيون كنمشي كنسجلو في لو ديبي. فوالا سجلته في لو ديبي وفي لو كريدي كنمشي كنسجل هذوك لي زاكونط اكونط سور امبو سور لو ريزولتا اللي كنت سجلت هنايا في الاول. Voilà, à compte sur impôt sur le résultat, quand je suis en train le débit. D'abord, quand je suis en train le crédit. Ou je suis en dire la régularisation. Hnaya, donc, quand je suis en train de faire la régularisation, je suis les deux comptes. Had les deux comptes, je suis en train de faire la donc, je suis en train le débit, je suis en train de faire le crédit, je suis en train de faire le crédit. كتسمى بلو جارغون كونطابل اون سول دي لو كونط بمعنى يعني مسحناه تحيد هذاك لو مونطو اللي كان فيه بحال التحييد لان واحد لو مونطو ملي كتسجلو في الديبي وكتعاود تسجل في لو كريدي بحال كدير ليه ا ناقص ا كيساوي صفر. فهمتوا؟ دونك سول دينا هاد العمليه هادي هي اللي كتبين ليا واش كاين غوليكا ولا كاين كريونس اخرى على ليطا بمعنى واش ليطا مازال كتسالني ولا انا كنسالها. فاهمين؟ دونك في هذه الحاله عندي دو سيتوياسيون وغادي نبقى دائما مربوط بلا سيتوياسيون اللي شفنا في ليكزيرسيس دابليكاسيون. دونك دو سيتوياسيون بوف سو بريزونتي. لو برومي كا سي لامبو دو ايت انفيريور او زاكونت فيرسي دونك لو كونط 34-53 اي سولدي بار لو ديبي دو كونط 44-53 لو سولد كريديتور دو سو كونط كونستيتو اون ديت انفير ليتا. لاحظوا معايا مزيان كيف ما شفنا في ليكزيرسيس الاول. هنايا عندي لو كونط شيماتيك ديال هاد لو كونط هذا اللي هو ا كونط سور امبو سور لو ريزولتا. دونك في اول مرحله ملي درناه في الديبي اللي درناه هنايا في الديبي ديبي يعني لو مونطون ولا عفوا فوالا غادي نرجع لو كونط شيماتيك هنا. دونك عندي في الديبي سجلنا هاد لي مونطون كاملين في الديبي شحال لا سوم ديالهم هي 472 الف درهم. مزيان دونك هنا سجلناهم في لو ديبي. نمشي لهنايا فوالا هو لو مونطون ديالهم المجموع ديالهم قلنا هو 472 الف درهم. ملي جيت هنايا وعاود سجلته في لو كريدي بمعنى مشيت سجلت نفس لو مونطون في لو كريدي بمعنى ان هاد لو كونط هذا ولا كيساوي صفر. هاد لو كونط تسولدا تقاضى ولا كيساوي صفر. دونك 472 الف درهم ناقص 472 الف درهم كتساوي صفر. دونك هاد لو كونط الى ايتي سولدي. نمشي نشوف لو كونط الاخر اللي هو ايتا امبو سور لو ريزولتا. لاحظ معايا مزيان شنو درنا في الاول. هنايا فسجلناه في هاد ليكريتور هادي ديال لا كونستاتاسيون ديال ليس سجلناه في لو كريدي. شحال لو مونطون؟ لو مونطون هو 495 الف درهم اللي هو ليس دو ديال سنة 2014. فوالا هاني حطيتو هنايا في لو كريدي كما درنا في ليكريتور. مزيان عاوتاني فاش جيت لهاد ليكريتور ديال لا ريغولاريزاسيون فين سجلتو؟ كان عندي في لو كريدي سجلتو دابا في الديبي. شحال لو مونطون بس سجلتو في الديبي؟ هو 472 الف درهم. فوالا ها هي 472 الف درهم. ولكن كنلاحظ بانه 495 الف درهم ماشي هي 472 الف درهم. وبالتالي ملي كنبغي نحسب واش لو سول ديبيتور ولا كريديتور
كنلقى 495 الف درهم ناقص 472 الف درهم كتعطيني ان سولد كريديتور ديال 23 الف درهم، بمعنى ان الدوله مازال كتسني واحد 23 الف درهم كيخصني نخلصها. وباش كيخصني ملي كنخلصها كيخصني ندير لها حتى هي لي كريتور كونطابل ديالها اللي هي هذه اللي كنشوفوا دابا. دونك عندي لو كونط 34 وهذا 34، دونك عندي لو كونط 34 سو تروف سولدي بمعنى تقاضى ابخي سيت ريغولاريزاسيون. بار كونطر لو كونط 44 53 présente un solde créditeur de 23000 dirhams. بمعنى مازال il représente واحد solde créditeur de 23000 dirhams. Donc c'est un reliquat à payer au plus tard le 31/3/2015. بمعنى هادشي مازال كتسالينا الدولة كيخصني نخلصوا ليها مع داك لو بروميير اكونت اللي غيتخلص في سنة 2015. Donc les créditeurs comptables هي هادي راه غادي تشبه تماما لهاد لهاد ليكريتور الاولى ديال لو بيمون ولا لو فيرسمون دي زاكونت. لاحظ مزيان اكونت سور امبو سور لو ريزولتا في الديبي او بانك في لو كريدي راه هي ليكريتور اللي درنا هنايا. لاحظتوا مزيان لاحظتوا مزيان هنايا درت ايتا امبو سور لو ريزولتا لان الدوله مازال كتسني لامبو وفي لو كريدي درت لو كونت بانك. دونك لاحظ معايا هنا غوليكا سور ليس دو 2014 دونك كيخصني نخلصو في سنه 2015. دونك هذه هي لا ريغولاريزاسيون داكوغ هذه هي لا ريغولاريزاسيون ديال ليس. هنا شفنا الحاله الاولى اللي ملي تيكون فيها لامبو دو سوبيريور او زاكونت فيرسي. شوفوا الحاله الثانيه يعني العكس ملي تيكون عندنا لامبو دو انفيريور يعني داكشي اللي خلصت للدوله داكشي اللي خاصني نخلص نورمالمون داكشي اللي خاصني نخلص اصغر من داكشي اللي خلصتها. بمعنى انا اون طونكو اونتربريز باغي كنسال الدوله شي حاجه. دونك سي لامبو دو اي انفيريور او زاكونت فيرسي لو كونط 44 53 اي سولدي بار لو كريدي دو كونط 34 53. Le solde débiteur de ce compte représente une créance sur l'État. Donc là, يعني هذه هي la dernière hypothèse ديال l'exercice اللي شفنا قبل من قبل. Donc نفس القضية كنمشي كنحط لي كونت شيماتيك وكنحسب كنشوف. في هذه الحالة l'État هذا لو كونت هذا État impôt sur le résultat غادي نلقاه soldé لأن لو مونطون اللي عندي في لو ديبي هو لو مونطون اللي عندي في لو كريدي. مزيان لكن في هذا لو كونط هذا 34 53 يعني عكس الحاله الاولى غادي نلقى فيه واحد لو سول ديبيتور ديال 105000 درهم. هاد 105000 درهم انا اون طونك اونتربريز كنسالهم للدوله. هاد 105000 درهم كيخصني نقصها من لو بروميي اكونت اللي غنخلصو في سنه 2015 اللي هو هذا. دونك شنو كيقول شنو كنقولوا لو كونط 44 53 سو تروف سولدي après cette régularisation tandis que le compte 34 53 représente un solde débiteur de 105000 dirhams à imputer sur le premier acompte de 2015. Donc bien fahmin donc hadi hi tariqa li kandiru biha la comptabilisation dial le paiement min jiha le paiement ou le versement dial les acomptes ou dial la régularisation dial l'impôt dû. D'accord. Donc هذا هو يعني لو كور ديال ليس.